جماعة الفيديو ده قلب الدنيا حرفيا، عشان الراجل ده بيقول ليه نخلص ازازة البرفيوم بتاعتنا واحنا ممكن نخليها تقعد معانا العمر كله. جاب علبة فازلين وحطها في مية سخنة، بعد ما ساحت حط عليها بس رشتين من البرفيوم بتاعه وقلبهم مع بعض، خد منها حتة صغيرة وبيقول ان الحتة دي فضلت بريحة البرفيوم على ايده لمدة 48 ساعة. عارفين يعني علبة فازلين حط عليها رشتين بس برفيوم؟ متخيلين علبة الفازلين هتقعد قد ايه؟ طب متخيلين ازازة البرفيوم بقى نفسها هتقعد قد ايه؟ لو التجربة دي نجحت تبقى معجزة. طيب اول حاجة طبعا هو جاب علبة فازلين، بس طبعا فازلين في المقاطعة، فانا ما جبتش فازلين، انا جبت علبة بيور. دي بيور دي صناعة مصرية وبيقولوا ان هي بالظبط نفس تأثير فازلين. هجيب دول وهحط هنا مية سخنة. طبعا المفروض نستنى عليها مثلا 5 دقايق لغاية ما الفازلين كله يسيح كويس جدا. هبتدي ان انا اطلعها من المية السخنة. طبعا هي 100% ساحت، يعني ساحت جدا. هبتدي بقى ان انا افتح. جماعة انا عايز اقول لكم ان هي ساحت جدا لدرجة ان هي بقت مية مية حرفيا. انا لو عملت كده بصوا مية. طيب دلوقتي بقى نيجي الخطوة اللي بعد كده، هي البرفيوم. طبعا احنا هنا هنستخدم اكتر برفيوم احنا بنستخدمه او اكتر برفيوم احنا بنحبه. انا هستخدم البرفيوم ده بتاع فيرزاتشي. طبعا هي الازازة بصوا فيها الكمية دي، فلو التجربة دي نجحت الازازة دي هتعيش معايا بقية العمر غالبا. دلوقتي هبتدي ان انا احط منها حوالي رشتين او ثلاثة بس على الخليط بتاع بيور، ونيجي بأي حاجة ونبتدي ان احنا نقلبهم مع بعض كده. السطح بتاعها بالمنظر ده. طبعا هي ريحتها قوية، ريحتها نفس ريحة البرفيوم بالظبط، بس انا بفكر ان انا احطها في التلاجة لمدة مثلا 10 دقايق عشان ما تبقاش سخنة ويكون ملمسها انعم واتقل من ده. طيب دلوقتي انا طلعتها من الفريزر، انا بصراحة حطيتها في الفريزر عشان انجز نفسي، يعني ما عادتش حوالي 4 دقايق وهي نشفت بالمنظر اللي انت شايفينه ده. طبعا زي ما قلت لكم هي ريحتها قوية جدا، فانا دلوقتي بقى هاخد منها على ايدي واشوف فعلا هل الحتة اللي انا هاخدها دي هتبقى ريحتها فواحة فعلا ولا لا. انا خدت يعني حاجة لا ترى اهي. طبعا هي دهنت كتير جدا، يعني هي غالبا دهنت نص ايدي، ودلوقتي نشمها ونقول بسم الله. طب انا عاجز عن الكلام والله العظيم. بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، انا الحاجه الوحيده اللي انا هقولها لكم هي ان انتوا جربوها، عشان انا مهما هحلف دلوقتي ممكن ما تصدقونيش. ف انا حاسس ان انا جبت ازازه البرفيوم اللي معايا ورشيتها على المنطقه دي بالظبط، مش فوحه قوي زيها، بس لو انا بعمل كده مثلا انا شامم نفس البرفيوم بالظبط، ولما بقرب لايدي بشم ريحه اقوى. انتوا كمان جربوها وقولولي نفعت معاكوا ولا لا، وقعدت معاكوا فعلا 48 ساعة ولا لا.